على الشاطئ الهادئ يسترجع معنا اللواء بحري متقاعد عدلي عطية جانبا من ذكرياتي. الله يرحمه الفريق محمود عبد الرحمن فهمي لما مسك قائد القوات البحرية في سبتمبر سنة 69 وكنا ابتدينا حرب الاستنزاف، أقسم بأن ما يخليش العدو ينام له دي جفن من ناحية البحر. أنا أذكر أن أنا كنت عند الفريق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة عشان أخذ بعض معلومات عن مواقع الإسرائيلية في شمال سيناء. أنا استرعى نظري موقع اللي هو شرق بورسعيد بحوالي 40 كيلو وللداخل بحوالي 5 كيلو أو 10 كيلو اللي هو موقع رمانة وبروز. فاستدعيت العقيد جلال فهمي اللي هو قائد لواء المدمرات وأمرته بأنه ياخد ضابط المخابرات والخريطة معاه وينقل المواقع على خريطة بحرية، وقد تم هذا فعلا. وبعدين طلبت منه تاني يوم انه يحضر قرار عشان ضرب منطقة رمانة وبروزة بالمدمرات الناصر ودمياط، بالاستعانة برضو ببعض الوحدات في بورسعيد اللي هي لنشات الصواريخ ولنشات التورقيد للحماية ضد السفن. وفي يوم التنفيذ أنا بعت العقيد جلال فهم السكرتير العسكري بتاعي ومعاه ورقة مني مكتوبة من قائد القوات البحرية إلى قائد لواء المدمرات، كان الكلمة الكودية شعبان 8 اليوم بالتوفيق. الساعة 11 تماما كانت المدمرات الناصر ودمياط قدام رمانة وبلوزة وضربوا من 11 ل 11 وثلث وانتهى الضرب وابتدوا يرجعوا. وكانت العملية ماشية كما لو كانت بتتصور في التلفزيون، وطبعا غرفة العمليات شغالة، أنا عيني على البلوف بتاعة الإنذار الجوي، أنا عيني على طيران المعادي، هو ده اللي يهمني في الموضوع، ما يهمنيش حاجة تانية خالص. بعد ما خلص الضرب شفنا بعديه بحوالي 5 دقايق يمكن ولا حاجة شفنا طيارة فوق التشكيل. قلت دي طيارة استطلاع وحيعقبها طيارات للضرب. رحت أكلم الفريق صادق على طول قلت له عاوزين الحماية الجوية، وفعلا في ظرف 10 دقايق طلع طيارة واحدة، إنما الطيارة دي كان ليها مفعول السحر. على الشاطئ الهادئ يكمل اللواء عدلي عطية شهادته. فواحنا طالعين من البوغاز الله يرحمه جلال فهمي كان قائد اللواء، وجلنا الساعة 9 الصبح ورقة ان قائد القوات عنده مؤتمر في القاهرة وبالتالي مش طالع معانا، واحنا طالعين التدريب بتاعنا عادي. فرحة طلعت تدريب قلت للقائد اللي هو جلال فهمي قلت له يا فندم في البوغاز قلت له يمين ولا شمال؟ يمين يعني احنا رايحين شرق عمليات، شمال داخلين تدريب. قال لي عندك شك؟ قلت له لا يا فندم يمين ان شاء الله. وصلنا لموقع الضرب او بدء الضرب الساعه 11 وبدات دفعات المدمرات في قصف اهدافها. بعد 5 دقائق بصينا لقينا انفجارات طالعه من موقع رمان. المواقع دي فيها بقى سوق مراكز سوق اداريه للعدو، يعني فيها ذخيره ووقود وعربيات والى اخره. فالتفجيرات اللي طالعه من الساحل
نتيجة للقصف المدمرات بمدفعيتها كانت زي يعني متفجرات كده. بعد شوية رصينا إلى أسلة اللهب بقى عمالة تطلع 10 متر 15 متر 20 متر وإحنا ركزنا بالضرب على هذه المنطقة لأن بقت واضحة بقى قدامنا. فركزنا كل المدفعيات بتاعت المدمرات على هذا الموقع واستمرينا في الضرب وكل ما نضرب أنسلة اللهب تطلع أكثر وقت. في عملية الضرب دي كانت عبارة عن 800 طلقة ذخيرة 100 ملي بنضربها في 30 دقيقة. خلصنا الذخيرة المخصصة للضرب وبطينا الأنسلة اللهب لقيناها حاجة مهولة مرتفعة بحيث إن كل القوات البرية اللي كانت موجودة في منطقة بورسعيد حتى الإسماعيلية كانت شايفة أنسلة اللهب. خلال العودة ظهرت بقى طائرات العدو بترمي مشاعل فمدفعية المدمرات 57 ملي المجهز لضرب الأهداف الجوية بدأنا نشترك في الضرب. أحد المدمرات هي دمياط المدفع بتاعها عطل أو الرادار هو معنى أصح عطل فقلنا طيب مش هنشتغل بقى بالمدفعية ونناور لتفادي الهجوم. المدمرة الثانية وهي الناصر قامت طبعا بعمل بطولي جدا في قصف هذه الأهداف الجوية واستطاعت إنها توقع طيارتين للعدو. كل ده وإحنا بقى بنقترب من دفاعات بورسعيد. إحنا من الساعة تقريبا 12 للساعة 2 كان في طلعة جوية للعدو كل 8 دقايق. واحنا بنعمل مدمرة بتعمل تفادي والمدمرة الاخرى بتضرب بالمدفع 57 ملي. حوالي الساعة 2 كده كنا قربنا بقى الدفاعات المصرية وطلعت طيارات من مطار المنصورة. العدو طبعا شافها قال بقى ايه مفيش طيارات بعد كده هيبدأ في خط الاعتراض بتبقى معارك جوية فبطل الهجوم الجوي. بطولات القوات البحرية خلال حرب الاستنزاف تعد أيضا ذكريات جيل كرس حياته للدفاع عن شرف الوطن. على الشاطئ الهادئ يكمل اللواء عدلي عطية شهادته. بعد ما خلصت ضرب طبعا أنا كان المخطط أن أرجع على نفس خطوط السير بإسكندرية. فخدت قرار لا اخش شمال لان انا كان عندي زي ما قلت لحضرتك ان الكمبيوتر كان عطلان بتاع الدفاع الجوي ومشيت باقصى سرعه. طلبت من القسم الهندسي يديني ستار الدخان سمراء عشان تعمل الطيارات وابتديت امشي خط متعرج ضد الطيران ضد الهجوم الجوي. فعلا جم طيارتين عدوا علينا ضربت دفعه 57 ملي بطريقه توجيه عادي زي بتاع ضرب الصيد فلقيت الذخيره طالعه في حته والطياره طالعه في حته وكل لهب طالع من ال 57 ملي يثبت وجودي فيه. قلت اول في الضرب بتاع الدفاع الجوي اللي بقى هم الشخصية مني لأن ولا ما عنديش هجوم جوي عليا شخصيا ومانيش مضاء ودي قاعدة قتال موجودة إن بالليل ما اشتركتش مع الجوي إلا إذا كان عليا هجوم جوي مباشر أو مضاء. للأسف بقى أو يعني لحسن الحظ ما نقدرش نقول إيه هي إن هي خدوا لقوا الناصر رموا مشاعل فشافوا الناصر ابتدوا يعملوا هجوم على سجم الناصر. سجم الناصر الحقيقه العقيد عز الشراكي عمل صد هجوم طيران كما انزل كما هو موجود في الكتب واكثر كمان. كلفت المدمره الناصر لانها تضرب موقع بطاريات صواريخه في منطقة بالوز. وصلنا حوالي الساعة 11 مساء الموقع المحدد لنا وبدأنا الضرب بالمدفعية لمدة ثلث ساعة وبعد ما انهينا المهمة
سفينة مدمرة باتجاه العودة إلى ميناء الإسكندرية. بعد حوالي ربع ساعة تقريبا ظهرت طائرة استطلاع معادية، أعقبها بعد فترة وجيزة طيران معادي على شاشات الرادار. بدأت الطائرات المعادية ترمي مشاعل مضيئة في المقدم اليمين المدمرة. المشاعل دي كانت بدرجة قوة إضاءة خلت المنطقة زي الضوء، وبدأوا الطيران الإسرائيلي يهاجم المدمرة بالقنابل والصواريخ بالتتابع. والمدمرة في الفترة دي كانت بتسير على خط سير متعرج لتفادي القنابل والصواريخ اللي كانت بتقع جنب المركب في مسافة تقريبا من 3 إلى 10 متر. وتمكننا في خلال هذه الفترة من إسقاط طائرتين للعدو باستخدام المدفعية المضادة للطائرات الموجهة راديا. الفترة دي استمرت حوالي ساعتين، من الساعة 12 مساء لحوالي الساعة 2 صباحا. في خلال هذه الفترة المدمرة لم تصاب، فبدأ الطيران الإسرائيلي يهجم بالانقضاض على المدمرة ويضرب بالمدفعية بتاع الطيران. استمر الهجوم بالانقضاض بالمدفعية لفترة. طبعا في الفترة دي أصيب بعض أفراد الطقم الموجودين في الممشى واللي موجودين في مواقع المدفعية المضادة للطائرات، لأن دي مواقع مكشوفة. والحقيقة الناس رغم إصابتهم تصرفوا تصرفات تتسم بالشجاعة والإصرار على القتال. ولما طلعت الطائرات المصرية في الجو، الطيران الإسرائيلي ترك المدمرة واتجه ناحية الطيران المصري لمدة حوالي 10 دقائق. العشر دقائق دي كانت كافية لأن تنطفئ المشاعل وتغير المدمرة خط سيرها وتختفي في ظلام البحر. المدمرات ده هي راح تعمل المنطقة ده، تضرب المنطقة ده هي، وهي مهمة كانت خطيرة جدا وبغير غطاء جوي. مفيش مدمرات تضرب ساحل إلا بيكون لها غطاء جوي، فدي أول عملية تحصل في العالم إنه ضرب ساحل بدون غطاء جوي. على الشاطئ الهادئ ودعنا ذكريات اللواء بحري عدلي عطية، واستمتع الجميع بغروب ساحر.